كابتن علاء، النادي الأهلي دائما بينهي العلاقة بشكل محترم بيقدر الجميع. دي حقيقة. يمكن على مدار السنين كلها عمر النادي الأهلي ما أساء لمدير فني، بالعكس كل مدير فني دايما بقول لك لما بيجي النادي الأهلي بيلاقي اللي هو بيطلبه أكتر، وكل المساعدة وكل الدعم وكل الأجواء اللي تخليه ينجح وينجح نجاح مش طبيعي. حضرتها في أكتر من مناسبة كتير جدا إذا كان مصريين أو أجانب. ويمكن مين دائما هو المستفيد الأكبر؟ اكيد المدير الفني. اكيد انا دايما بقولها كلمه كده لحد ما شاء الله، المدير الفني بيخش النادي الاهلي هو اللي بيستفيد مش النادي الاهلي. زي بقولها دايما، اللي بيلعب في النادي الاهلي شرف ليه مش للنادي الاهلي. صحيح. في كده حاجات مهما عدى على الزمن يا اما ما بتتغيرش، ثوابت يعني ثوابت ما بتتغيرش. أيوه. اللي بيلعب للنادي الاهلي شرف ليه هو مش للنادي الاهلي. صحيح. المدير الفني بيحط رجله في النادي الاهلي الشرف ليه والشهره ليه والبطولات ليه وكل حاجه. مفيش مدير فني داخل النادي الاهلي وما خدش بطوله. موسيماني مع كل احترام ليه لو فضل يحلم، يعني يبقى نايم كده ويحلم ان هو كان خد البطولات دي لحد ما ينهي مشواره التدريبي، ما كانش هيحصل غير في النادي الاهلي. فالنادي الاهلي اي مدير فني يتمنى يشتغل في المنظومه الرائعه دي في كل حاجه. صحيح. اداريا فنيا، وطبعا كل ده كوم، وجماهيرك العظيمه ده كوم تاني خالص لوحده. عندك جماهير لسه دايما بقولها ايمن عمرها ولا اساءت لمدير فني ولا اساءت للعيب، بالعكس دايما بتدعمك دعم لا نهائي. فهي دايما الافاده للمدير الفني. فكل مدير فني بيخش النادي الاهلي وبيخرج في حاجه اسمها دايما في النادي الاهلي في حاجه كلمه اسمها كلمه احترام. مظبوط. احترام متبادل بين الاداره، بين الاداره واللعيبه، بين اللعيبه والجهاز الفني، بين اللعيبه والجهاز الاداري، بين اللعيبه وبعضها، بين مجلس اداره النادي الاهلي والمدير الفني اللي بيجي. في احترام متبادل. خلاص العلاقه ابتدت الحمد لله، حصل نجاحات كتيره جدا. موسيماني استفاد للمره مليون، استفاد اكتر من النادي الاهلي. النادي الاهلي الحمد لله من زمان وكل بطولات. ويوم ما انتهت العلاقه زي ما قال كابتن شريف احترام ود. لما تيجي السيره كده تيجي بمنتهى الاحترام، مش لازم نقل ادبنا وشتي. لا لا ليه، بالعكس الفتره اللي فاتت الفتره اللي قدها الراجل هنا شاف كل ايام ما يحلمش بيها في كل حاجه، اداره النادي الاهلي، في اللعيبه، في الدعم الجماهيري اللي هو انا كنت اوقات كده بحس ان هو مخضوض من الدعم الجماهيري لعيبه النادي الاهلي. دي حقيقه ايمن والله. هو عمره ما كان يتخيل ان في جماهير بتحب ناديها كده، لكن بقول له لا، للناس كلها في جماهير بتحب ناديها قوي، اللي هي جماهير النادي الاهلي بتدعم ناديها كويس قوي ورا ناديها على طول. فكل التوفيق لموسيماني ان شاء الله في التجربه القادمه بالنسبه له. وطبعا النادي الاهلي ولا عمره وقف على مدرب ولا عمره وقف على لعيب. النادي الاهلي هو النادي الاهلي، هو الاصل. النادي الاهلي هو اصل واساس كل حاجه. على فكره هو قال تقريبا يا كابتن علاء نفس الكلام اللي حضرتك قلته. والله ما سمعته. يعني مستر موسيماني قال في مقابله نفس الكلام اللي حضرتك قلته بالظبط. ما شفتش التعامل ده ابدا. انت عشان كده بتضحك. والله ما سمعت. انا ما سمعتش غير في النادي الاهلي. انا ما سمعتش. انا بتكلم بتلقائيه او بتكلم باللي انا عشت وشفته في النادي الاهلي. وحتى وانا كنت لعيب في النادي الاهلي حتى ما بعت وكنت بشوف المعامله زي بدي مدير الفنيين وجماهير النادي الاهلي. فانت انت بتتكلم على اجواء يا ايمن. بيقول لك انا شفت الكلام دوت في اكتر من دوله، يعني من جماهير النادي الاهلي. أكيد. في قطر، في دبي، شفت عظمه النادي الاهلي. الكلام ده حتى ما شفتوش لما هو اللي على كلامه هو وانا ماسك سان داونز. هي جماهيرك يا ايمن الحمد لله في كل مكان، وجماهيرك في كل مكان بتعمل لك شكل وبتعمل لك اسم وبتعمل لك هيبه كده. لكن انا ما سمعتش هو قال لي فعلا والله، لكن هي دي حاجات يعني لو سالت عادل هيقول لك كده، اسامه كده، كابتن شريف كده، انت كده، لان احنا عارفين النادي الاهلي بيدار ازاي مع اختلاف الادارات. بس انت في ثوابت جوه النادي الاهلي عمرها ما تتغير. عشان كده زي ما بقول لك المدير الفني اللي بيشرف في النادي الاهلي وبيخرج من النادي الاهلي كل الافاده ليه هو، واسمه بيكبر كبير قوي وبطولات كتير جدا. ودايما في حاجه اسمها للمره الثانيه، في حاجه اسمها علاقه احترام بين المدير الفني واداره النادي الاهلي، ودي اللي بتميز دايما النادي الاهلي الحمد لله. ده كنا احنا كلاعيبه سوري عشان احنا كلاعيبه اكتر ناس متعرضه لمشاكل احنا في التعامل مع النادي الاهلي او لما كنا جوه النادي الاهلي. ايوه. ما علاء حصل له فتره مثلا وراح نادي ثاني، اي انت رحت ودخلت، انا حصل لي حادثه ورجعت، عمر حد فينا حصل بينه مشكله وبين النادي الاهلي؟ صحيح. هو ده النادي الاهلي.